الحسبان. الحسبان هو العد لأنه مصدر الفعل حسب، والحسبان الصواعق، والحسبان البرد، والحسبان العذاب والبلاء والشر والعجاج والجراد والسهام. تأمل قول الله تعالى: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وأما الحسبانة فهي الوسادة الصغيرة، والحسبان التدبير الدقيق. وفي التنزيل العزيز: الشمس والقمر بحسبان. وقول الله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، أي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر، فسبحان الله.